محتار وعايز تعرف ازاي تروح الملاعب المستضيفة لأمم إفريقيا في المحافظات؟ نفسك تشوف منتخبات تونس ونيجيريا والكاميرون وغانا من الملعب؟ ما تقلقش، احنا هنقولك ازاي تروح الملاعب ونمشي معاك خطوة خطوة. نبدأ بمجموعة اسكندرية، نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي. عشان تروح استاد اسكندرية من القاهرة عندك حلين. الحل الأول هو القطر من محطة مصر في رمسيس. من القطر هتنزل محطة مصر في اسكندرية، خلي بالك هتنزل محطة مصر مش محطة سيدي جابر. ومن محطة مصر في اسكندرية تقدر تمشي من 7 ل 10 دقايق وهتوصل الملعب على طول، او تركب تمناية وهتوصل الملعب في دقيقتين، او تركب تاكسي وهو هيضحك عليك ويدفعك اكتر من 10 جنيه. الحل التاني هو ميكروباص اسكندرية، وده هتركبه من رمسيس او الهرم وهتنزل عند محطة مصر برضه، واختار بنفسك تمشي ولا تركب تاني. ومبروك وصلت الملعب. خلصنا اسكندرية، خلينا نروح لملعب السويس عشان نشوف ساسي. اسهل طريقة عشان تروح السويس هي ميكروباص السويس، وده تقدر تركبه من الكربة او رمسيس او المرج او المنيب، وهتنزل في موقف السويس، وهناك هتلاقي عربيات بتحمل للاستاد، وهتنزل قريب جدا من الملعب وهتمشي حتة صغيرة. ولو مش حابب تسافر السويس بميكروباص ممكن تسافر سوبر جيت من الماظة او الترجمان، وهتنزل الموقف برضه. والمجموعة الاخيرة هتكون في الاسماعيلية، ما تقلقش هنوصلك بسهولة عشان تتفرج على كاميرون وغانا. أسرع طريقة عشان تروح الإسماعيلية من القاهرة إنك تركب المترو وتنزل المرج، ومن هناك تركب ميكروباص إسماعيلية، وهتنزل في الموقف وهتلاقي تاكسيات توديك الملعب على طول وما تدفعش أكتر من 10 جنيه. ولو مش حابب تركب تاكسي انزل آخر الخط ما تنزلش الموقف، وهناك اسأل عن مجمع المحاكم، وقدام مجمع المحاكم هتلاقي ميكروباصات بتودي الاستاد، وتقدر تركب سوبر جيت من الماظة وتنزل آخر الخط برضه وتركب استاد بعد كده. استنى، قبل ما تروح الاستادات اللي قلنا لك عليها ما تنساش الفان اي دي بتاعك، وما تنساش تذكرتك، ورحلة سعيدة.